اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بك يا دكتور. يعني بعض الناس بيروا انه في تعسف في الربط ما بين جماعه او طائفه الحشاشين وجماعه الاخوان. حضرتك فيما كتبت يعني قلت لا، انه الحشاشين والاخوان وجهان لعمله واحده. نعم صحيح. لو خدت هذه الجمله وبدانا نفككها مع بعض، يعني نبدا بالفكر، يعني كيف ان الفكرة التي قامت عليها جماعة الحشاشين هي نفسها الفكرة التي قامت عليها جماعة الإخوان. بعد التحية لسيادتك والسادة المشاهدين، طب أنا عاوز أسأل حضرتك سؤال بسيط جدا في الأول عشان أعرف أمشي كده في السياق. اتفضل. هل النبوءة فكرة؟ يعني لما يكون في واحد كده معتقد في نبوءة معينة، فهل هي فكرة؟ لو هي فكرة يبقى احنا نبدأ بها في الأول، على اعتبار أن النبوءة دي أهم شيء بيربط ما بين الحشاشين ما بين الإخوان. يعني النبوءة، بس خلي بالك أن النبوءة أحيانا بتبقى عملية نصب. يعني أيوه، ما هي نصب. اتفضل. ما هي نصب، الاثنين كلاهما نصب. اتفضل. النبوءة معناها أن هو واخد نص ديني متصور أنه ده منطبق عليه هو. يعني مثلا زي الفرقة الناجية، هو بيعتبر نفسه الفرقة الناجية. طيب ما هو الحشاشين كان بيعتبر نفسهم الفرقة الناجية، والإخوان الفرقة الناجية، وهو إحنا اللي هننجو، والاثنين وسبعين فرقة الباقيين دول دخلوا النار ضايعين. طيب النبوءة إن هو متنبئ بنفسه إن هو الإمام، صاحب مفتاح الجنة. الصباح كان حاسس بنفس التعبير، بنفس التعبير بيقول لك صاحب مفتاح الجنة، وأنا اللي هفتح لك الجنة. ويخدر أتباعه كده زي ما ظهر كده في المسلسل. طب ما هو التانيين نفس القصه الاخوان. طبعا يبعث الله مستدلين بحديث يبعث الله على كل 100 عام من يجدد لها امر دينها، واعتبر ان حسن البنا ده اللي بيجدد امر الناس وامر القرن كله بالكامل في الدين. وهو الراجل ده اللي هينجي الناس كلها ودخلها الدين الصحيح. وهو معتبر نفسه الدين الصحيح، مش معتبر نفسه جماعه ولا تنظيم ولا معتبر نفسه اي شيء. يعني مش معتبر نفسه جماعه ليها اجتهاد في الدين. لا. لا، هو معتبر نفسه الدين نفسه. لا، اليوم حتى كتاب يقول لك الطريق الى جماعه المسلمين. طب ياخد جماعه من المسلمين. لا، الطريق الى جماعه المسلمين، هو جماعه المسلمين. وسيد قطب كان يتحدث كده، جماعه المسلمين هي الفرقه الناجيه دي، اللي هي الطائفه المؤمنه زي ما كتب في معالم في الطريق، اللي هو الجيل القراني الفريد. وقال لك ده لو كانوا 10، احنا عاوزين الامه الاسلاميه هي حتى لو كانوا 10، يعني 10 افراد على نفس النهج بتاع سيد قطب، يبقى هم دول الفرقه الناجيه وهم دول الامه الاسلاميه، بقيه الناس كلها مش امه اسلاميه.